نعم، يعني ما هي الآلية التي تتبعونها لتفتيش السيارات، وما هي الآلية التي تتبعونها لتنبيه المواطنين على الخطر من خطر الجيش وما شابه ذلك؟ نحن ننبه المواطن انه في جيش قدامك، في نحن مفارق كثيرة ومناطق الجبلية دائما بيكون فيها طرق كثيرة، يعني بنبهون على الطريق اللي ما في جيش. هي الآلية التي تتبعونها لتنبيه المواطنين على الخطر من خطر الجيش وما شابه ذلك؟ نحن ننبه المواطن انه في جيش قدامك، في نحن مفارق كثيرة ومناطق الجبلية دائما بيكون فيها طرق كثيرة، يعني بنبهون على الطريق اللي ما في جيش. هي الآلية التي تتبعونها لتنبيه المواطنين على الخطر من خطر الجيش وما شابه ذلك؟ نحن ننبه المواطن انه في جيش قدامك، في نحن مفارق كثيرة ومناطق الجبلية دائما بيكون فيها طرق كثيرة، يعني بنبهون على الطريق اللي ما في جيش. أحمد تسمعني؟ ألو. نعم، لازلت على الهواء مباشرة. ما الذي يحدث خلفك أحمد؟ تبكنا في الحادث، ما كنا نعرفش بدنا نحكي. ألو. أحمد، يبدو أن أحمد لا يسمعنا. ما الذي يحدث خلفك أحمد؟ تبكنا في الحادث، ما كنا نعرفش بدنا نحكي. ألو. أحمد، يبدو أن أحمد لا يسمعنا.